مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في استشارات قانونية. اليوم خلال هذه الساعة سوف طبعا نسلط الضوء على موضوع مهم جدا قانوني، كل ما يتمحور حول شروط وحالات الحصول أو حصول الأطفال على الجنسية البريطانية. كل هذا سوف نناقش كثير من طبعا الشروط والكيفية مع المستشارة القانونية سمية دريدي. أهلا وسهلا بك، نحيي كل متابعينا ومشاهدينا الكرام. يمكنكم كالمعتاد التواصل معنا عبر الأرقام الموجودة على الشاشة، وأيضا التواصل عبر تطبيق الواتساب. نتمنى لكم متابعة مفيدة. شروط وحالات وكيفية أيضا حصول الأطفال على الجنسية البريطانية، من هم الأطفال الذين لهم حق الحصول على الجنسية البريطانية؟ أول شيء تعريف الأطفال، هم الأشخاص اللي تحت عمر 18. بالنسبة لكيفية أو هل عندهم الحق بالتقديم على الجنسية، فالحالات بتختلف من الأشخاص الأطفال اللي عندهم الجنسية بشكل مباشر أو الأطفال اللي لازم يقدموا على الجنسية. وكمان بالنسبة للأطفال اللي لازم يقدموا على الجنسية كمان في أفرع بالنسبة للشروط وإلى حالات الطفل، يعني بالنسبة لإقامته، إقامة الأب أو الأم بالتأكيد، أو جنسيتهم عند التقديم. طيب، يعني الآن رح نتعرف أكثر، هل التقديم على طلب الجنسية البريطانية للأطفال تختلف عنها عند الكبار؟ نعم، للأطفال عندما يقدموا على الجنسية من أهم يعني الشروط اللي بتختلف على التقديم على الجنسية بالنسبة للكبار، يعني اللي فوق عمر 18، هو ما هيطلبوا عليهم اختبار اللغة الإنجليزية أو Life in the UK test، اختبار Life in the UK test. كمان بالنسبة للغيابات، شروط الغيابات مختلفة، وفي بعض الحالات ما في شرط غياب، فمن هاي الناحية في اختلاف. وطبعا من ناحية الوزارة الداخلية they're more lenient للأطفال عندما يقدموا على الجنسية، يعني في أكثر شروط مرونة. نعم، في أكثر شروط بتمنح مرونة للأطفال. نعم، عند التقديم على الجنسية، لكن الشروط للفوق 18 هي واضحة. نعم، وما في يعني كتير discretion من ناحية التقديم، يعني في تسهيلات أكثر للأطفال تحت سن 18. إحنا راح نركز أستاذة سمية على قانون التجنس في بريطانيا بالنسبة للأطفال، ومعروف أن القوانين هي تحت مواد مختلفة أو سكشن. راح نتكلم أو نركز على سكشن 3.1.3.1 أو 1.4. حدثينا عن هذه المادة أو هذا السكشن. فهذول طبعا نحن عندنا قانون الناشناليتي اكت، اللي هو في كل قوانين بالنسبه للناس اللي حابين انه يقدموا على الجنسيه من الكبار وكمان الصغار. ففي طبعا different sections، ومعظم الحالات اللي بتمر علي من ناحيه الاطفال اللي حابين انه يقدموا على الجنسيه، يعني ما حصلوا على الجنسيه بشكل مباشر، هدول بالعادة بيقدموا يا أما تحت سكشن 3.1 أو سكشن 1.4. سكشن 3.1 هم للأطفال اللي يعني في قسمين، القسم الأول للطفل اللي مقدم على الجنسية على أساس إنه الأم أو الأب هيقدموا كمان على الجنسية، وكمان في شروط ثانية. وبالنسبة للفرع الثاني، القسم الثاني، هو للطفل اللي عاش هنا لمدة 5 سنوات وعنده الإقامة الدائمة وحاب إنه يقدم على الجنسية. تمام. فهدول القسمين تحت سكشن 3.1. كمان عنا سكشن 1.4، وهو بالنسبة للأطفال اللي مقيمين هنا لمدة 10 سنوات ويقدموا على الجنسية على أساس إقامتهم
لمدة 10 سنوات. تمام، احنا رح ناخذ حالة حالة، لأن بصراحة يعني موقع وزارة الداخلية اللي هو طبعا لتجنس أو الجنسية البريطانية للأطفال موقع كبير جدا، والجميل أنه وأنا بطلع على الموقع أنه حاطين كل حالة على حدة، يعني كيفية التقديم، شرطها، إذا كانت هذه الحالة تحت سكشن 3.1 أو 1.4 شو الحلول أو ماذا نفعل، يعني شيء جميل جدا. عموما إحنا رح ناخذ الحالة الأولى العادية لطفل هو أصلا بشكل مباشر بيحصل على الجنسية البريطانية، لماذا؟ في شيء يعني بالنسبة لقوانين الجنسية نحن بنسميه nationality by descent أو nationality otherwise than by descent. فإذا الأب حامل الجنسية على أساس أنه حصل على الجنسية لأنه كان مولود ببريطانيا قبل 1983 أو الأب أو الأم جنسوا ببريطانيا ومن بعدها الطفل كمان كان مولود ببريطانيا، فهذا الطفل بيحصل على الجنسية بشكل مباشر. حتى كمان للأطفال اللي مولودين خارج بريطانيا، يعني مثلا إذا الأب حصل على الجنسية ب 2011 وبعدين من بعدها he has a newborn ب 2014، هذا الطفل حتى إذا كان مولود خارج بريطانيا بيحصل على الجنسية automatically يعني بشكل مباشر، لكن هذا الطفل جنسيته هتكون British citizen by descent مو otherwise than by descent. نوقف عند هذه الكلمة لأنه أنا فعلا وكثير بيسألوا الفرق بين British citizen و nationality. ففي حالات في طرق مختلفة للحصول على الجنسية. فقبل 1983 للأشخاص أو 82 ما بتذكر التاريخ بالضبط، الأشخاص اللي كانوا مولودين في بريطانيا كانوا بيحصلوا على الجنسية على أساس أنهم ولدوا في بريطانيا بيحصلوا على الجنسية. من بعد 1983 تغير القانون أنه حصولك على الجنسية هيكون يا أما على أساس إنه الأم أو الأب كانوا حاملين الجنسية أو على أساس إقامتك. إذا لنقول فرضاً الأم أو الأب حصلوا على الجنسية قبل 1983 ومن بعدها جابوا طفل ببريطانيا، هذا الطفل هيكون كمان عنده الجنسية البريطانية لأنه الأم والأب كانوا عندهم الجنسية البريطانية، فهذا الطفل فيه كمان يعطي جنسيته لطفله، يعني لابنه او يعني اذا كبر وتزوج حيكون الجنسيه كمان للابن. نعم، لانه هذا الطفل مو بس حصل على جنسيه من الام او الاب لكن كمان كان مولود في بريطانيا. تمام، لكن اذا في حاله ثانيه اذا الام او الاب كانوا عندهم الجنسيه لانه كانوا مولودين ببريطانيا وبعدين الطفل كان مولود خارج بريطانيا، هذا الطفل ما هيقدر إنه يعطي جنسيته للطفل اللي هيجي بعد هيك إذا كان كمان هذاك الطفل مولود خارج بريطانيا. إلا إذا هو الطفل هذا رجع لبريطانيا لأنه عنده جنسية وتزوج وخلف ابنه ابنه ببريطانيا. تمام، ففي اختلاف بين citizen by descent أو citizen otherwise than by descent. هما عادة سمية هل بيضعوها في الباسبورت؟ لا ما بيضعوها، الشخص لازم يشيك على يعني اللي هي شهادة كيف حصل على الجنسية، الأم والأب كيف حصلوا على الجنسية، وين مكان الميلاد. لا أقصد أنه وزارة الداخلية هل بتضع هذا أنه مولود خارج الأبين بريطانيين خارج بريطانيا، هل بتضع أنه هو British citizen؟ ما بتضع. لا. لكن في وثيقة الجنسية للأب والأم بتوضع؟ وثيقة الجنسية هي بس فيك تاخذي هاي الوثيقة إذا بتقدمي على الجنسية، يعني للأشخاص اللي يقدموا مثلا على naturalization أو للأطفال اللي بيقدموا على التجنس، فبهالحالة
تحصلي على وثيقة، لكن إذا مثلا الطفل بيحصل على الجنسية مباشرة فبس عليه أنه يقدم على الباسبور، فما ما هيكون ما عنده وثيقة لكن هي شهادة الميلاد هي اللي بتكون نعم الأساس. بهالحالات للأطفال اللي مولودين خارج بريطانيا شهادة الميلاد هي أكيد مطلوبة كمان للأطفال اللي داخل بريطانيا، لكن يعني في حالات بعض الأحيان بتجيني يعني بيقولوا لي أوكي جدتي كانت بريطانية، صحيح مولود خارج بريطانيا هل عندي الحق بالجنسية أو لا؟ So you have to trace وبعدين we apply the law وبنشوف هل هذا الطفل أو هذا الشخص كان عنده الحق بالتقديم على الجنسية، يعني هل عنده الجنسية بشكل مباشر أو لازم يقدم على registration. يعني غريب هذا الأمر لأنه كثير يمكن لأول مرة راح يسمعوه بأنه إذا الطفل مولود لأب وأم بريطانيين مولود خارج بريطانيا ابنه المستقبلي يعني سيكون غير قادر الحصول على الجنسية إذا مولود كمان إذا مولود في خارج بريطانيا. شو ممكن يحصل إذن في هذه الحالة؟ في هالحالة يعني في شيء اسمه الجد، يعني نقول أنه جده بريطاني الأب بريطاني إذن الابن الحفيد غير بريطاني شو يحصل؟ كيف حيكون وضعه القانوني؟ ما هيكون عنده الجنسية، هذا هو وضع القانوني حيكون هذا يعني ولو حتى إلا إذا في حالة يعني ارتبط ببريطانيا هذا شيء آخر. نعم أم في حالات الشخص يمكن يحصل على طريقة أنه يعني يحصل على تأشيرة أو حتى الجنسية على أساس الجدة أو الجد كانوا بريطانيين لكن I'm not very familiar with these rules لأنه ما قدمت قبل. يعني هل القانون صريح البريطاني بخصوص هذه الحالات؟ يعني بيكون stateless يعني ما عنده أي جنسية أو هو طبعا الشخص العادي أكيد ما هيعرف هاي القوانين إلا إذا اطلع على Nationality Act. نعم. بعدين يعني في تفسير كمان في Home Office Guidance بيفسروا يعني كيف الشخص بيحصل على الجنسية بأي حالات يحصل فيه على الجنسية بأي حالات شخص يمكن يخسر جنسيته، فكل هاي طبعا موجودة لكن إذا الواحد بيطلع عليها إذا الشخص العادي ما هيطلع على هاي بالمجمل سمية يعني أنا أقصد أنه وضع هذا الطفل يعني حيكون بلا جنسية يعني هيكون عنده جنسية يعني كمثال بالعادة يعني إذا لنقول الأم أو الأب كانوا عندهم الجنسية على أساس they are British by descent، فإذا هم مقيمين بدولة غير بريطانيا ولفترة طويلة بالعادة بيكون عندهم جنسية ثانية، فهذا الطفل ما هيكون stateless لأن الدول بس جنسية نعم. ثانية لأنه قليلا بس ما للتوضيح يعني أغلب الدول العربية ما بتعطي جنسية ثانية فلا أدري يعني وضع القانون البريطاني في هذه الحالات لأن كثير من الناس الآن ما عندهم فكرة أو معرفة أو معلومات عن هذا ما ذكرتيه. ما بعرف شو القانون بهالحالة لأنه يعني إحنا بنحاول نشوف مستقبلا يعني إذا كان في حلول، لكن يعني من الجيد أن أعطينا هذا التوضيح لأنه مهم جدا. إذا هذه الفرق بين التجنس أو الجنسية إذا كان في خارج بريطانيا. نرجع للحالة الحالات اللي هي لوالدين يعني أخذوا الإقامة الدائمة بعد ولادة الطفل في بريطانيا، ماذا يكون وضع الطفل في هذه الحالة؟ في هالحالة إذا الأب أو الأم حاملين الإقامة الدائمة ويقدموا على الجنسية نعم يعني مو لازم اثنيناتهم يكونوا مقدمين على الجنسية بس أحد يعني الأم أو الأب هيقدم على الجنسية وبعدين the other parent has settled status، بهالحالة الطفل كمان فيه يقدم على الجنسية بشكل عادي جدا مولود بعد ما حصلوا على عفوا قبل ما مولود قبل ما يحصلوا على الإقامة الدائمة، وإذا كان إذا كان الطفل مولود بعد حصولهم على الجنسية على الإقامة الدائمة فلنقل بيكون نفس الوضع لأنه الشرط هو أنه الطفل الأم أو الأب هيقدموا على الجنسية
والفرد الثاني يعني the other parent كمان لازم يكون عندهم إقامة دائمة. تمام. الطفل يكون قد عاش بالبلد لمدة سنتين إلا إذا الطفل كان تحت عمر اثنين. وهذا هو يعني من أهم الشروط للأطفال اللي يعني مولودين من بعد ما الأم أو الأب يحصلوا على الإقامة الدائمة، لكن بس أنه لازم يقدموا مع أحد one of the parents على الجنسية. تمام، نأخذ اتصال من بريطانيا. نعم، أهلا وسهلا بيك، تفضلي. يا ليت بس نعلي الصوت شوية، الصوت واطي جدا أخت نعمة، تفضلي علي الصوت. نعم، شكرا لك. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أختي. يا ستي أنا بنتي، ابن بنتي ولد هنا، مش ولد هنا، ولد في الخارج. أوكي. ما كانت أمه عنده إقامة، كان عنده إقامة 5 سنوات. تمام. ولد هو بالخارج مش هنا، ولد في الخارج. الابن ولد في الخارج لأم لديها إقامة 5 سنوات. أيوه. بعدين الأم تحصلت على الإقامة الدائمة وتحصلت على الجنسية، وهو تحصل على الجنسية بعدها. تمام. بعد ما تحصل على الجنسية يقدر في ولده المستقبلي يقدر هو يجنسه، يقدر يجنس ولده اللي بيولد في الخارج. إذا مولود في الخارج، واضح أساسا نفس الحالة اللي ذكرناها. الابن لديه الجنسية البريطانية، الأم لديها إقامة دائمة والجنسية البريطانية. تسأل إذا ولد لهذا الابن طفل في الخارج هل يحصل على الجنسية البريطانية؟ إذا الأب كان يعني قدم على الناتشوريزيشن فالطفل اللي مولود خارج بريطانيا بيكون بريطاني، يعني الحفيد يعني بهذا المعنى، هذا القصد. نعم، لأنه you always have to look at the parent، يعني لازم تطلع على الأم والأب. عند ولادة الطفل اللي خارج بريطانيا هل كان الأم أو الأب حاملين الجنسية البريطانية؟ إذا نعم، كيف حصلوا على الجنسية البريطانية؟ إذا حصلوا عليها عبر التجنيس يعني قدموا على naturalization، بهالحالة الطفل بيكون بريطاني. وإذا لم يحصلوا على طريقة التجنيس؟ لازم نطلع متى when were they born، إذا كانوا مولودين ببريطانيا قبل 1983 وكانوا automatically British مثلاً، فبهالحالة كمان الطفل بيكون عنده الجنسية automatically. لكن إذا كان الطفل يعني الأم أو الأب أخذوا الجنسية عبر طريقة ثانية يعني مثلاً من الأم والأب وكانوا مولودين خارج بريطانيا، فبهالحالة الطفل غير بريطاني. أوكي، طيب يعني واضح أخت نعمة، بيعتمد على الأم اللي حاصلة والأب اللي حاصلين على الجنسية البريطانية، مثل ما ذكرت المستشارة القانونية بأنه يكون عندهم شهادة الحصول على الجنسية البريطانية أو الوثيقة. تمام؟ هي يبدو أنها تسمعنا من التليفون، لكن أكيد رح نرجع مرة ثانية ونعيد مرة ثانية سادة سمية للتوضيح أكثر. إذن هنا في ففي هالحالة هي قالت أنه الأب حصل على الجنسية عبر الناتشوريزيشن. إذا الطفل كان مولود من بعد ما الأب حصل على الناتشوريزيشن فالطفل هذا بيكون أوتوماتيكلي بريتش، هذا هو الجواب. والابن هذا إذا يعني تزوج وصار عنده أبناء في الخارج مثل ما ذكرنا في البداية، وضعهم القانوني في هذه الحالة الأبناء أو الأحفاد من هم بريطانيين غير بريطانيين. يعني هذا هو توضيح. لكن الآن نرجع مرة ثانية، ذكرتي سمية بأن الحالات قبل حصول الوالدين وبعد حصول الوالدين على الإقامة الدائمة الأبناء الأطفال مولودين قبل أو بعد هم لديهم حق التقدم على الجنسية البريطانية بشكل مباشر. بهذا إذا الطفل كان مولود ببريطانيا. نعم، لأن الكثير يعتقد بأنه لا، الأب والأم لازم يكون عندهم الجنسية البريطانية ومن ثم يقدموا على الابن، ولكن حتى هم أثناء حصولهم على الإقامة الدائمة يمكنهم التقدم لطلب تجنيس أبنائهم. نعم، إذا أحد if one of the parent is applying for citizenship. طيب، نأخذ اتصال آخر. أمين من الجزائر، تفضل أمين، أهلا وسهلا بيك. أمين تفضل سؤالك، احنا سامعينك. شكرا أختي، حياكم الله إخوتي الكرام، أهلا وسهلا. أنا عندي على كل حال تساؤل وسؤال في نفس الوقت. تفضل. من وجهة نظر. شكرا أختي.
يعني نسأل السيدة المحاوية المحامية المحترمة، يعني هل مثلا أنا بصفتي كمسلم عربي سني مثلا تزوجت في بريطانيا وأطلق مثلا قدر الله، هل يطبق الشريعة الإسلامية أم القانون الوضعي في بريطانيا؟ أها، هو يعتمد، يعني اسمح لي، طريقة الزواج، هل كان زواج إسلامي أو مسجل في بريطانيا؟ مثلا أنا عندي نقولوا عقد عمل في بريطانيا وتزوجت بريطانية مسلمة أو مسلمة عربية طيب وطلقتها، كيف؟ طيب خليك أخ أمين، لأن فيها كثير من التساؤلات. في حالة لديه تأشيرة عمل، أولا هل يحق له أن يتزوج؟ بيقدم على الريجستري، والريجستري بيتواصلوا مع الوزارة الداخلية ليقبلوا طلب تسجيل الزواج، ومن بعدها فيه عنده الحق أنه يتزوج. طيب عنده الحق يتزوج في حالة أعطوه الموافقة، في حالة لم يعمل يعني والموافقة بتجي بالعادة من الريجستري أوفيس، من مكتب تسجيل الزواج. نعم، لكن المكتب تسجيل الزواج دائما بيتواصل مع الوزارة الداخلية ليتأكد من صحية يعني لإقامة الشخص، أنه لسه عنده إقامة بالبلد سارية المفعول، يعني ما زالت موجودة ما خلصت، يعني العمل ممكن يكون عام عامين ثلاثة. في هذه الحالة ممكن وزارة الداخلية تعطي الضوء الأخضر لمكتب تسجيلات الزواج بأنه ممكن يتزوج، في تثبيت الزواج وتسجيله في الحال المدنية في بريطانيا. كمان بطبيعة الحال كمسلمين حيكون في زواج أكيد عبر رجل دين شيخ أو مأذون يقوم بتسجيل. هو سؤاله يقول يعني الطلاق في هذه الحالة، طلاق من ناحية إذا حصل التسجيل هل سيكون سهل؟ هذا هو السؤال. إذا كان في تسجيل، الطلاق هو عبارة عن تعبئة application form، تعبئة طلب لتقدم الطلاق، تقديم يعني the cost of it هو 550 جنيه، بعدين بتقدمها للمكتب، والمكتب هو كمان بيعطي يعني نسخة لهذا الطلب للشخص الثاني يعني الزوجة مثلاً. وبعدين بيحددوا يوم لجلسة الطلاق، وبعدين القاضي بياخذ قرار. في حالات بيطلبوا من الزوج والزوجة أنه they have to go through mediation قبل جلسة الطلاق. mediation طبعا هي أنه يكون في محاولة صلح أو تقارب قبل قرار الطلاق. هذا من ناحية إذا سجل الطلاق في المكتب المدني أو البريطاني. في حالة الزواج الإسلامي بطبيعة الحال حيكون هو أكيد مترافق معه، فحيكون أكيد عبر إحنا عارفينه الطريقة الشرعية يعني. فنتمنى نكون جاوبنا على أمين. طيب ناخذ اتصال أبو زكريا، أهلا وسهلا بك من المغرب، تفضل. أهلا وسهلا بك أو أبو زكريا المغربي، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي. الله يجزيك خير. الصوت غير واضح أخي أبو زكريا، لو تعلينا الصوت شوية. ابني مغربي عنده جنسية بولونية والزوجة ديالو بولونية، وصار لهم طفلين بنت وولد، وهو عايش معهم تما. واش ممكن إذا جا المغربي يدير الجنسية المغربية لأولاده؟ أنت تتكلم عن حالة مختلفة يا أبو زكريا، لأنه ابنك مغربي الجنسية وليس بريطاني، هو والأبناء عايشين في المغرب، يعني أنت لا 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 لا، أبناء عايشين زادوا في بولونيا، وكان حالين عايشين في بولونيا. الأبناء عايشين في بولونيا؟ نعم، الزوجة بولونية أمهم. تمام. والدي مغربي دار جنسية بولونيا، واش إلا جاوا المغرب يعني يمكن يديروا جنسية مغربية؟ نعم. طيب خلينا نسمع رأي المستشارة، لأنها طبعا بعيد عن الموضوع البريطاني. جزاكم الله خير. شكرا لك. تسلم. اسمع الجواب إن شاء الله. شكرا لك أبو زكريا. بصراحة ما بعرف بقوانين بولونيا، فلازم يعني يتواصل مع محامي من هذاك البلد وفيه ينصحه إن شاء الله. بالتأكيد. يعني أبو زكريا مرة أخرى نعيد نقول إحنا نتحدث عن القوانين البريطانية فقط وليست دول حتى الاتحاد الأوروبي، لأن كل دولة لديها قانون
خاص تواصل مع القانونيين في بولونيا أو في المغرب وإن شاء الله تجد الحل. طيب باقي لنا يمكن دقائق على الفاصل، لا أدري. طيب نأخذ فاصل نأخذ فاصل ونواصل معكم متابعينا أحبتنا أينما كنتم. طبعا بريطانيا شروط حصول الأطفال على الجنسية البريطانية، نتحدث عن القوانين وكيفية والشروط لحصول الأطفال المولودين وغير المولودين في خارج بريطانيا على الجنسية البريطانية في داخل بريطانيا. كونوا معنا بعد هذا الفاصل القصير جدا. ونحييكم مجددا مشاهدينا الكرام، استشارات قانونية معكم وموضوع شروط الحصول أو كيفية الحصول وحالات الحصول الأطفال على الجنسية البريطانية في بريطانيا، المولودين في داخل بريطانيا والمولودين خارج بريطانيا، مع المستشارة القانونية سمية الدريدي. أهلا وسهلا بك. يعني القوانين عديدة مختلفة، ذكرتي لي وإحنا على الفاصل سمية بأنه في كل مرة يكون في تقديم طلب لابد العودة والاطلاع على موقع وزارة الداخلية، هل بسبب التغيير الدائم أم أن هناك قوانين قد تختلف؟ لأنه بصراحة يعني في شروط مختلفة لكل فرع، يعني على حسب القضية، فبعض الأحيان لازم نتأكد هل هذا الشخص له الحق أنه يقدم الآن أو لا، فهي يعني طريقة يعني مراجعة القوانين لنتأكد هل صار في تغيير، هل مثلا في discretion تسهيل، هل مثلا في إضافات جديدة، هل هذا الطفل يمكن في بعض الأحيان في حالات بتجي يعني ما في يعني section عطول يعني مطابق له، بقول له ايه هذا مطابق، فلازم اطلع اوكي يمكن في سكشن غير ما استخدمته قبل هيك بينطبق على هذا الطفل. يعني عملية بحث وعمل يعني مضني صراحة. طيب احنا ذكرتي عن التكلفة، التكلفة كم بالضبط لتقديم طلب الجنسية للطفل؟ تقدمة التكلفة التقدمة هي 1200 جنيه، عفوا 1012 جنيه استرليني، نعم. للأطفال اللي قادمين على تسجيل جنسية، وطبعا للأطفال اللي عندهم الجنسية من الأساس بس عليهم أن يقدموا على الباسبور البريتش باسبور، والتكلفة هي 85 جنيه استرليني. نعم. في سؤال، في كثير يعني بيذكروا انه لا يستطيعون، يعني خصوصا لما يكون عندهم اكثر من طفل ما شاء الله، يعني 3 4 5 6 اطفال غير قادرين لتقدم طلب الحصول على الجنسيه البريطانيه بسبب التكلفه 1012، يعني لكل طفل حتكون غاليه جدا. هل هناك طرق ما ممكن تسهل وزاره الداخليه او تساعد الاهالي؟ نعم، في تقديم طلب الفي ويفر، هو يعني عفو على رسوم التقديم، تمام. لكن طبعا هي إلها شروطها، ومن الأشياء الوزارة الداخلية تطلع عليها هل الأم أو الأب قادرين أنه يعني can they save the funds over a period of time، لأنه في أحيان بيجي الشخص لفترة وبعدين بيقول أوكي أنا حاب أني هل أقدم على الجنسية أو أقدم على تأشيرة أو أقدم لتسجيل لطفلي، لكن يمكن هذا الشخص كان عنده الإمكانية أنه يضمد مصاري يعني for a year two years قبل هيك. فكمان الوزارة الداخلية تطلع على هذه النقطة، إذا الشخص كان عنده القدرة على أنه they can save money over a period of time or no، هيطلع على أوضاع العائلة، are they at risk of destitution،
أوضاع الأطفال، إذا ما حصلوا الأطفال على جلة الجنسية كيف هاي ممكن تأثر على مستقبلهم على حياتهم؟ لأنه في أطفال بعض الأحيان ما يكونوا عندهم أي جنسية، خاصة الأطفال اللي بي under social care مثلاً ومنهم يعني very young المؤسسات kids. الاجتماعية نعم. ف there's various cases to look at. وبعدين الوزارة الداخلية طبعاً بتاخذ قرار هل هتعطي عفو للرسوم أم لا. أصلاً الأطفال موجودين على السوشيال تحت المؤسسات الاجتماعية يعني سوشيال كير وغيرهم، هم يعني أغلبهم ليس لديهم أهالي يعني، فهل الحكومة نفسها بترعى هذا الجانب إنه بتقدم لهم أو المؤسسة نفسها كيف نعم بيكون؟ أنا اشتغلت على كتير قضايا لأنه the local council وكلوني لأشتغل على البلدية، يعني طلبت مني لأقدم لبعض الأطفال لأعمارهم فوق 10 سنوات، ويعني كانوا بالسوشيال كير لفترة طويلة. نعم. يمكن حتى كانوا بفوستر كير مثلا، فهي بترعى يعني كل مصاريف تقديمهم، مصاريف المحامي وإلى ذلك، لهذا الطفل يصير عنده يعني حياة ومستقبل وجنسية. يعني مثلا إذا بعض الأحيان في حالات الأطفال يعني بيروحوا على رحلات خارج بريطانيا، فهذا الطفل ما نقدر انه يسافر لانه ما عنده اي جنسيه، بيكون محروم. نعم. فيعني مهم جدا لهدول الاطفال انه يحصلوا على نوع من الاستقرار ويعاملوا معامله طبيعيه. نعم، هذا شيء يعني ايجابي. تحدث عن حالات ذكرتيها سميه بانه الاطفال اللي اقاموا لمده 10 سنوات، لماذا بعد 10 سنوات؟ أولاً لماذا 10 سنوات ولماذا بعد 10 سنوات؟ يعني هم الآن يعتبروا في خانة البريطانيين، يستطيعوا التقديم لهم للجنسية البريطانية. نعم، فأول نقطة هو في هاي الحالات citizenship is known as citizenship by discretion، يعني ما نو يعني حق إنه هذا الطفل إذا قام بالبلد لعشر سنوات هيحصل على الجنسية، لكن الوزارة الداخلية يعني عندها الديسكريشن، الحق إنه تطلع على القضية وتشوف كل أوضاع هذا الطفل من ناحية إنه هذا الطفل كان مقيم بالبلد لمدة 10 سنوات أو 10 سنوات من حياته، فمن بعدها فيه تعطيها الجنسية. لماذا 10 سنوات؟ لأنه برأي الوزارة الداخلية إذا الطفل كان مقيم ببريطانيا لا 10 سنوات، وخاصة أول 10 سنوات من حياته، يعني مثلا كان مولود هنا ببريطانيا وعاش هنا لمدة 10 سنوات، فبرأيها أنه هذا الطفل صار عنده strong connections to the UK، عنده علاقة قوية جدا يعني بالمجتمع وبالوطن مثلاً. نعم، وإلى ذلك فبتعطيهم يعني الجنسية. طبعا هاي العشر سنوات إلها شروط، يعني هو يعني أهم شيء بنقطة يعني بهذا يعني القانون للأطفال اللي مقيمين بالبلد لمدة 10 سنوات، إنه ما هيكون مطلوب إنه الأم أو الأب يكون عندهم الإقامة الدائمة أو الجنسية مثلا. يعني كيف بيكون وضع الأب والأم أصلا؟ نعم. فبعض الأحيان الأم أو الأب أصلا ما يكونوا عندهم إقامة بشكل قانوني. في أحيان يعني طبعاً هي الوزارة الداخلية بتفضل إنه الأم والأب يحاولوا إنه يصححوا من إقامتهم، يعني إذا كانوا مثلاً مقيمين بشكل غير قانوني أو كانوا مقيمين بشكل قانوني ومن بعدها خسروا إقامتهم to try and correct their status، إنه يحصلوا على نوع من الإقامة. لكن أهم شيء هي تطلع على وضع هذا الطفل. صحيح. هل كان مقيم هنا لمدة 10 سنوات؟ هل هي أول 10 سنوات من حياته؟ هل هذا الطفل عمره 10 سنوات أو التحق بالمدرسة مثلا ممكن؟ نعم طبعا، يعني هذا إثبات، يعني إذا الطفل كان يعني من مثلا من الصف التمهيدي للصف السادس أو الخامس وهو بالمدرسة، فهذا يعني إثبات أنه مقيم بالبلد لفترة طويلة، أنه عنده علاقات واجتماعية. نعم. بالارتباط وارتباط بالمملكة المجتمع. نعم. وكمان the interesting thing بالنسبة لهدول الأشخاص، لأنه بالعادة الطفل بيكون عمره
10 سنوات أو فوق بيطلبوا عليهم شرط الشخصية المثالية، يعني the good character. أنا كنت حابة أسألك لأنه لما قرأت القانون استغربت، يعني صراحة اندهشت من جزئية تقول بأن إذا الطفل ليس لديه سيرة وحسن سيرة وسلوك يعني للأسف أو للأسف حتى سوابق جنائية ممكن يعني كسرقة أو غيرها، يعني هنا يعني قد لا يعطى الجنسية البريطانية. نعم، لأنه يعني طبعا الأطفال اللي تحت عمر 10 سنوات يمكن يعفى عليهم، لكن من بعد 10 سنوات بالعادة يعني it's very rare. نعم. أنه يجي طفل يعني بين تحت عمره 16 أو 15 يكون عنده سوابق أو لا. في هيك، لكن بالعادة الأطفال اللي بين عمر 16 و18 يعني اللي قبل ما صار عمرهم 18 يمكن يكون عندهم مشاكل مع الشرطة أو شيء أو سوابق، فبهالحالة يمكن هاي هالتقديم بيأثر عليها، مو بس يعني بحالة يعني سكشن 1-4، لكن كمان إذا من بعد ما يصير عمرهم 18 إذا حابين يقدموا على الجنسية عبر الناتشوريزيشن كمان في شرط الشخصية المثالية. يعني كتبوا يعني بالصريح العبارة they must be يعني good character، يعني لازم لابد أن يكون لديه شخصية مثالية، في لديه حسن سيرة وسلوك حتى يعطى الحالة هذه. يعني نقول أنه مثلا الأب والأم يعني نسمع الذين كسروا تأشيراتهم وظلوا في هذا البلد بإقامات للأسف يعني غير قانونية لمدة سنوات طويلة جدا وأنجبوا أبنائهم بهذا الشكل. يعني بشكل عام هم ليس لديهم أي الأب والأم إقامات، كيف ممكن وهم غير شرعيين في هذا البلد، ولكن كيف يمكن الأطفال ولدوا في بريطانيا يعني بمعنى أشمل كيف يكون وضعهم القانوني، كيف تنظر لهم وزارة الداخلية؟ فبالنسبة للأطفال اللي مولودين ببريطانيا، طبعا إذا أنت مولود ببريطانيا ما يكون عندك الحق مباشرة أنه تحصل على الجنسية، ولتحصل على الإقامة الدائمة لازم يكون عندك إقامة، ومن بعدها من بعد مثلا 5 سنوات فيك تحصل على الإقامة الدائمة، ولهذا يعني نحن عنا قانون 10 سنوات للأطفال حتى يحصلوا على على الجنسية من بعد 10 سنوات إذا هم من الأساس مولودين هون، ويعني مو خطأهم إنه الأم أو الأب ما عندهم مثلاً جنسية أو إقامة أو ما صححوا الوضع، فيعني they shouldn't be blamed for their parents' مثلاً mistakes أو أوضاعهم الشخصية، فبهالحالة يعني في نوع من المرونة والتسهيل لهذول الأطفال حتى يصير عندهم إقامة مستقرة في بريطانيا وكمان عندهم الجنسية. تمام، نرجع أيضا للحالة الأخرى، لا بالنسبة للوالدين الأوروبيين حصلوا على تصحيح الوضع الإقامة المؤقتة أو الدائمة قبل انفصال بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وولد الطفل بعد ذلك، ما هو أيضا وضعه القانوني؟ إذا الأم والأب عندهم الإقامة الدائمة؟ الإقامة الدائمة أو المؤقتة، لكن قبل انفصال بريطانيا طبعا، تحدث عن المؤقتة بالتحديد. المؤقتة هتكون على حسب إذا الطفل كان مقيم هنا لمدة 5 سنوات وحصل على الإقامة الدائمة، والأم والأب كمان عندهم الإقامة الدائمة، أو إذا الأم والأب بعدين حصلوا على الإقامة الدائمة وعند أحد يعني من الأم أو الأب يقدموا على الجنسية، الطفل بيقدم على الجنسية. تحدث بالتحديد عن حالة قبل الانفصال كان في تصحيح للوضع، كان في لسه بعض الأوروبيين الحاصلين على الجنسيات أو جنسياتهم أوروبية ومقيمين على الأراضي البريطانية لم يصححوا الوضع، ولكن كان في التاريخ المحدد لتصحيح الوضع، صحح الوضع وأخذوا يعني أو حصلوا على الإقامة المؤقتة مبدئيا، ولد الطفل في هذه الحالة ما هو وضعه؟ الطفل كمان هيكون عنده نفس الإقامة كالأم والأب،
تمام، نفس الإقامة المؤقتة حتى يعني تتم إقامتهم كما ذكرتي الخمس سنوات. تمام، حابين نعرف تقديم الطلب يعني في موقع وزارة الداخلية اليوم كيف يعبى، ما المطلوب في هذا الطلب أو الابليكيشن فورم في الأونلاين؟ It's an online application، يعني هيطلبوا اسم الأم والأب، الجنسية، إقامة الطفل، هل عنده إقامة دائمة، هل عنده أي نوع من الإقامة، يعني تاريخ الميلاد، شهادة الميلاد، في أسئلة كمان على الغيابات للأطفال اللي حابين يقدموا تحت سكشن 1-4، في كمان أسئلة على يعني إذا الطفل عنده عائلات يعني هون ببريطانيا خارج بريطانيا، هل هذا الطفل يعني كل سكشن فيه أسئلة، لكن معظم الأسئلة تكون بالنسبة للمعلومات الشخصية للطفل والأم والأب عند التقديم. تمام، يعني أقصد الطلب كان ممكن يقدم من قبل أن يوضع في الأونلاين، يعني أنتم كمستشارين قانونيين بتقدموا الطلب كمان عبر الكتابي، هل يحتاج إلى معلومات مثلا من معتمدين as a reference؟ فبالنسبة للتقديم معظم يعني most type of applications التقديم بيكون online، في بعض الحالات التقديم بيكون paper application but these are very specific. بالنسبة للجنسية في counter signatory مطلوبة لتأكيد هوية المقدم، فهي مطلوبة بالنسبة للتقديم على الجنسية، ولابد أن تكون الوثائق يعني ترسل أو ترفق مع الابليكيشن فورم حتى في الأونلاين، لابد أن تكون الأوريجينال يعني اللي هي الأصلية الوثائق. Copies of the originals. يعني صورة من الأصل. Yeah, when we apply online، بعدين بنروح على يعني الموقع UKV CAS، وهو بنحط عليه كل يعني الإثباتات، إلا إذا الوزارة الداخلية طلبت النسخة الأصلية، بهالحالة بنبعث الأصلية، لكن بالعادة we just upload copies of the original. تمام، في سؤال حقيقة سؤال نوعا ما غريب، لأنه سيدة هي غير بريطانية يعني غير قانونية في هذا البلد، ولكنها لديها طفل من بريطاني، ولكن لم تستطع أن توثق هذا الطفل طبعاً بأوراق أو وثائق لوالده البريطاني، في هذه الحالة كيف يمكن تصحيح الوضع أو حل هذه المشكلة؟ بصراحة حل هذه المشكلة هيكون من الأب، لأنه طبعاً عند إذا الطفل بيكون مولود ببريطانيا بشهادة الميلاد هيكون في اسم الأم أو الأب، إلا إذا بشهادة الميلاد ما كان في اسم الأم أو نعم. الأب بعض الأحيان في هالحالات بيكون في سوشيال كارا يتواصلوا مع الأب، بحاله إنه يحصلوا منه ياخذوا منه هاي المعلومات. في أحيان الشخص يمكن يحاول يقدم وكمان مع رسالة عند التقديم ليحاول إنه يوضح الوضع للوزارة الداخلية، لكن لازم يكون يعني اسم الأب واضح، تاريخ ميلاده، ليحددوا من هو الأب من الأساس. يعني لكن إذا الأب هو عم بيقول هذا مانو ابني يعني كمثال مثلا نعم you would need evidence of DNA، لكن if there is no evidence that the child بالتأكيد يعني بطبيعة إذا ما كان في أي إثبات، ولكن أنا أقصد هل تستطيع الأم لها حق بأن تنسب هذا الطفل للأب البريطاني وإذا كان هذا صحيح وحقيقي يعني؟ I'm not sure. فقط بالاسم بدون ما يكون في وثائق أو أوراق؟ بصراحة ماني متأكدة من هالنقطة، غير واضح يعني يمكن، لكن ممكن هي تقدم على طلب بالتأكيد يعني توثيق أوراق الطفل ومن خلال أبوه البريطاني إذا كان في حالة عدم الرغبة بإعطاء المعلومات. Yeah, I think بهالحالة لازم تتواصل يمكن مع محامي بشؤون العائلية. تمام. وبعدين they can advise her on what she can do. تمام.
حبينا يعني كان في نقطة أيضا من ضمن النقاط الموجودة في قوانين في حالة التجنيد الوالدين بالخدمة الوطنية في بريطانيا وهم غير أصلا بريطانيين ويحدث ذلك ويحصل ولادة الطفل في هذه الحالة هل يعتبر بريطاني؟ نعم يعتبر بريطاني الخدمة الوطنية فقط يعني بتسهل هذه العملية. نعم فهي هي الحالة نعم. هي I think section 13A هو عندما يعني الطفل بيكون مولود والأب والأم ما هم أصلا حاملين الجنسية نعم. أو ما عندهم الإقامة الدائمة لكن بعدين the parents join the armed forces فبهالحالة الطفل فيه يقدم على الجنسية البريطانية. طيب يعني في حالات أكيد كثيرة رفضت لا أدري إذا كان هذا صحيح ولا لا ما هي الحالات التي ترفض؟ إذا if the child doesn't meet the requirements يعني إذا الطفل يعني ما له الحق إنه يقدم على الجنسية مثلا الأم والأب مقيمين هنا بشكل غير قانوني والطفل مولود هون بعض الأحيان في ناس بيفكر إذا الطفل صار مولود هون يعني عنده الجنسية البريطانية فبيقدموا له على البريتش باسبورت لكن بهالحالة يكون مرفوض لأنه الطفل ما عنده الجنسية البريطانية والأم والأب ما هم حاملين الجنسية البريطانية أو الإقامة الدائمة فبهالحالة يعني أكيد هيكون في رفض فالأسباب الرفض أكيد هتكون لأنه either the requirements are not met لتسجيل الطفل كبريطاني أو في حالات الناس بيفكروا أنه هذا الطفل من الأساس بريطاني فبيقدموا له على الباسبور فترفض أو لأنه التقديم ما كان كامل يعني لأنه الإثباتات ما كانت كافية تثبت مثلا علاقة الطفل مع الأب sometimes بيطلبوا DNA test كمثال آخر نقطة قبل أن نختم سمية في نقطة مهمة ذكرتيها بأنه يعتقد الأهالي حتى يعني هل يعني أو بمعنى آخر أصوغ السؤال أنه هل ممكن لأبين دائم الإقامة دائما يقدموا على طول على الباسبورت البريتش باسبورت الأب والأم لديهم إقامة دائمة إذا هم مثلا كان عندهم تأشيرة فلازم ينطر من بعد حصولهم على الإقامة الدائمة they have to wait 12 months ولازم يكون عندهم إقامة بالبلد لمدة 5 سنوات عند التقديم وكمان لازم يكون عندهم الإقامة الدائمة لمدة 12 شهر تمام النصيحة الأخيرة النصيحة الأخيرة إنه قوانين citizenship يعني is very vast فإذا الشخص ما هو متأكد يراجع محامي لأنه يمكن في بعض الحالات نحن ما حكينا عنها اليوم صحيح فهذا ما بيعني أنه مثلا الطفل ما عنده الحق بالجنسية أو الإقامة الدائمة أو يمكن حتى الأم أو الأب ما يعني لهم حقوق لكن لازم دراسة الوضع ومن بعدها فينا نقرر شو هو أنسب حل للعائلة كثير. ودائما استشيروا القانونيين قبل اتخاذ أي قرار شكرا لك الأستاذة سمية دريدي مستشارة القانونية شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات القيمة ونشكر حسن المتابعة لكم مشاهدينا الكرام ولكن كالمعتاد يمكنكم دائما التواصل معنا وأيضا متابعة البث المباشر لقناة الحوار على اليوتيوب وأيضا التواصل عبر كل منصاتنا عبر السوشيال ميديا المختلفة يتجدد اللقاء الخميس القادم وبالتأكيد موضوع جديد تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.